لا شك أن إعلان هذا المشروع من قبل سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان يعد صفحة من صفحات تحقيق رؤية 2030 ومرحلة التحول الوطني بالمملكة العربية السعودية نحو المستقبل الأعظم. هذه المنطقة التي تعد بؤرة هذا المشروع وموضع اهتمامه إحدى المناطق التاريخية والتراثية العريقة في وطننا السعودي المملكة العربية السعودية، يتمثل عمقها التاريخي في كون جدة كما ذكر المؤرخين بأنها ظهرت على مسرح التاريخ قبل 300 سنة من قبل الميلاد، وأخذت بعدها التاريخي الإسلامي منذ أن حولها عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين إلى ميناء لمدينة مكة المكرمة، وأخذت في التطور والنماء حتى حققت الازدهار العصري في العهد السعودي المبارك عندما أنشئ ميناء جدة الإسلامي الذي أسهم في تطوير هذه المنطقة وخروج جدة عن سورها القديم لتكون ثاني أعظم مدينة في المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وإحدى المدن العالمية تطورا وثراء وازدهارا، وهي تحتل من الناحية التاريخية والتراثية بالحقيقة العنصر المعماري المميز لمنطقة الحجاز وساحل البحر الأحمر، كما أنها تحوي على نحو 600 مبنى تراثي و36 مسجدا تاريخيا، إلى جانب آثار السور الجدة القديم وأحيائها كحارة المظلوم وحارة البحر وحارة الشاب وحارة اليمن. طيب دكتور، عذرا للمقاطعة إذا سمحت لي، ما الذي يمثله هذا المشروع للمنطقة تاريخيا؟ هذا المشروع بالنسبة لمنطقة جدة وللوطن السعودي هو واجهة تراثية وحضارية عصرية للمملكة العربية السعودية، فجدة البلد نموذج وصورة تراثية مميزة في المملكة العربية السعودية، وجدة المدينة الاقتصادية والحضارية واجهة عصرية لوطننا السعودي العزيز، وهي كميناء وكبوابة بحرية وجوية لمكة المكرمة المحج والمعتمر، تمثل نقطة التقاء للحضارة الإنسانية وللوجود الإنساني، ولهذا أخذت اهتمام ولي العهد الأمين الذي جعل من البعد التاريخي للمملكة والعراقة التراثية عنصرا مهما في التنمية المستدامة وفي تنمية الاقتصاد السعودي وفي الإثراء الثقافي وفي تجلية الوجه الوطني السعودي الثقافي في العالم، وأن تكون المملكة العربية السعودية كما أراده الله لها مركزا روحيا ومصدر إشعاع ثقافي، وأيضا كما أراد سمو ولي العهد أن تكون هذه المشاريع هي مشاريع تنمية وطنية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لتكون لتسهم في توفير حياة أفضل للمواطن السعودي والمقيم على أرض هذا الوطن، وليثبت للعالم من خلال السياحة العالمية أن المملكة العربية كما هي مركزا دينيا ومركزا اقتصاديا فهي مركزا ثقافيا وسياحيا. طيب سؤالي الأخير هنا، وأنت كرجل أكاديمي برأيك كيف يمكن لهذه المنطقة أن تجذب الأنظار العالمية؟
إخضاع هذه المنطقة من خلال هذا المشروع الذي هو جزء من برنامج تطوير جدة التاريخية من خلال رؤية عصرية وتطوير عصري يوائم بين الحفاظ على الطبيعة وتطوير البيئة والهندسة العصرية وإبراز العناصر التراثية والثقافية، يجعل من هذه المنطقة منطقة جذب لحياة جميلة، وأيضا أن تكون مركزا لرجال الأعمال وللمبدعين وللفنانين، وكذلك للتنمية المستدامة وللتطور الاقتصادي. فهذه المنطقة، منطقة جدة التاريخية التي تسمى منطقة البلد، هي واجهة بحرية وبوابة لمكة بل للمملكة العربية السعودية كميناء وكمطارا دوليا عالميا. كل هذا يجعل من جدة البلد رافدا للاقتصاد الوطني ولجودة الحياة ولمستهدفات رؤية 2030 كما يراها سمو سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان حفظه الله. طيب دكتور، ما الذي يجب على الجامعات الآن نحو طلابها في تأسيسهم تجاه مثل هذه المشاريع الضخمة التي بلا شك أنها ستعود بالنفع عليهم، ستفتح آفاق أوسع وظيفية وإلى آخره؟ جامعة أم القرى كإحدى الجامعات السعودية والذي أنتمي إليها وبما تحويه من الروح الشبابية نحو الإبداع ونحو ريادة الأعمال، لا شك أن شباب الوطن من خلال الجامعات والمراكز البحثية والإبداعية ستستفيد من هذه المشاريع الوطنية التي يقودها سمو ولي العهد الأمين، لأنها ستكون حواضن لرجال الأعمال ولريادة الأعمال وللإبداع، وبالتالي ستكون فرصة للاستثمار وللتنمية وللتنمية الاقتصادية. وبلا شك سنجد من الشباب عنصرا مهما جدا في تسخير طاقاتهم نحو خدمة الوطن ونحو أيضا خدمة أنفسهم ونحو جعل المملكة العربية السعودية رائدة دوما. وبلا شك أن هذا المشروع ضمن رؤية 2030 إنما تستهدف الارتقاء بالوطن السعودي والسعودي المواطن في آن واحد ليحيا هذا الوطن ويحيا هذا الشعب ويحيا هذا المواطن حياة أفضل وليكون الأفضل على مستوى العالم. شاكر ومقدر لوقتك دكتور عبد الله، وعذرنا سهرناك في هذا الوقت. الدكتور عبد الله الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة في جامعة أم القرى.